أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم. الحقيقة حابة أبتدي كلامي بتعزية والبقاء لله في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي. طبعا كان خبر كان صادم لكل الناس عموما، مش بس الفنانين، لا كل الناس. اولا لانه هو شاب لسه كان في مقتبل العمر، وطبعا احنا لا نزكيه على الله، ولكن الاخبار دي او اخبار الوفاة للشباب سواء كان قضاء وقدر او بسبب حادث او بسبب جريمة بتحزننا بصراحة، وبتخلينا نشعر بالأسف حول الدنيا اللي احنا عايشين فيها. فالبقاء لله والله يرحمه، وأتمنى من كل الناس ان هي تدعي له، لأنه احنا زي ما احنا عارفين انه الفنان هيثم أحمد زكي وحيد او ما عندهوش ما يدعو له بعد وفاته هو وأسرته كلها. هنيجي بقى نتكلم النهاردة على موضوع حلقتي النهاردة، ممكن يكون اسم الحلقة غريب شوية على الناس. ناخد طيب اتصال معايا في الأول وبعد كده نرجع نتكلم عن موضوع الحلقة. معايا اتصال من مبدعة من مبدعات التجميل، الأستاذة نورة عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، وهي خبيرة بقالها 10 سنوات في مجال التجميل ومن مدينة بيشة، عايشة في بيشة. كل عائلتها يعتبروا فنانات تجميل. معايا أستاذة نورة عبد الرحمن. وألو. ألو، أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك نورة؟ يا أهلا وسهلا، كيفك أستاذة نسرين؟ الحمد لله حبيبتي، إيش أخبارك؟ والله الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. نورة حابة أسألك شوية أسئلة كده. هسألك أول سؤال في مجال الميك اب، أنتي ميك اب أرتست ما شاء الله، ولكن معانا صور لشغلك هتعرض على الشاشة. كنت حابة أسألك أول سؤال، كيف دخلتي مهنة التجميل؟ وإيش أول موقف واجهتيه في المجال جعلك تنطلقي إلى هذه المهنة بدون خوف؟ أول شيء أنا أشكر استضافتكم للبرنامج، ومرة سعيدة إن أنا معاكم في البرنامج أستاذة نسرين، ولي الشرف إن شاء الله إن إحنا أنا أسعد، في برنامجكم. وإحنا أسعد يا نورة. حبيبتي، أنا أول شيء من يوم أنا صغيرة، يعني من يوم تقريبا عمري 4 سنوات 5 سنوات، أنا في عائلة كلهم شغالين في التجميل، ميك أب أرتست وهير ستايل، وعائلة جدا معروفة، بنات عبد الرحمن في الجنوب معروفات بالمكياج والهذا. تمام. قبل زمان أيام ما كانوا يقولون، أيام قبل لا يعرفون الناس إن في أرتست وفي ميك أب، تمام. قبل لا يكون في وسائل حديثة للشعر وكذا، أيام ما كانوا يحطون الفير على الفرن وكذا، أنا كانوا أخواتي شغالين. يعني أنت أساسا من عائلة كلها تمتهن مهنة أيوه، التجميل. يعني وأنا صغيرة كنت أعرف إن هذه فرشة دمج وهذه فرشة إيش وهذه ألوان تبع إيش بالضبط، تمام. يعني كان عندي خبرة قبل أدخل المجال. تمام. فمع الأيام صرت أساعد الأرتست سوسن عبد الرحمن ومنى عبد الرحمن أخواتي تمام. وبسمة عبد الرحمن، كنت أجيهم مساعدة. ايوه. ومع الأيام صار ظرف العائلة وكان عندهم حجز مهم وخلاص، فكانت أختي بتستعين بأرتست صديقتها، كلمت صديقتها الأرتست على أساس إنها تيجي تصلح العروس. قمت أنا بكل ثقة دخلت على العروس، قلت لها أنا الأرتست البديلة والأرتس الأساسية صار لها ظرف، تمام. وعلى طول هيأت البشرة، لأني أساسا أنا كنت يعني أسوي الأساس وأركب الرموش، بس هما كانوا يشتغلوا على العيون وكذا. يعني انت اول ورحت ما أميكا. انطلقتي في المهنة يا نورة انطلقتي على تطبيقها على عروسة مرة واحدة. على عروس على طول، وبعدين مو أي عروس، تمام. عروس كانت مشهورة ومن عائلة مرة معروفة يعني. ما شاء الله. وهي دي كانت فأول ما شهرتك في رحت المجال. أسلمي، هي دي كانت بدايتك، شهرتك في المجال، هي العروسة هذه كانت المعروفة. بداية العروسة هذه. تمام. فأول ما دخلت بكل ثقة قلت لها أنا الأرتس البديلة، صلحت العروس، تمام. كنت أسولف معاها وهذا، خلصتها بعد ما خلصتها ميك اب، ردت فعل العروس يعني عزت الثقة فيني، قامت قالت لي ما شاء الله أنا ما أعرف نفسي، مرة حبيت المكياج وشكرا، وقامت تشكرني وتحضني وتبوسني. ما شاء في الله. هذه اللحظة جات أختي ومعاها الأرتس البديلة، تمام. على اساس ان البديله تصلح العروس. خرجت العروس من الغرفه وهي تشكر اختي، تذكر الصالون، انصدمت اختي، ما كانت تعرف قدراتي، ما شاء الله. يعني ما قد شافت شغلي يعني. ومن الله يسعدها، هذه العروس هي اللي بدايه مشواري، صارت تنشر شغلي،
طفت علي، قالت لي ليش ما يكون عندك حساب في انستغرام؟ ليه ما عندك وليه ما تسوي؟ وهي اللي سوت لي حساب في انستغرام، وهي اللي سوت لي سناب شات، وسوت لي ايميل نفس العروسه نفسها، يعني قالت لي مستحيل ان ما حد يعرفك. تمام. ومن هنا بدات انطلاقه الشغل. طيب نوره، هل بداتي مهنتك اعتمدتي فيها في الاول على الكورسات والدورات، ولا مهنتك كانت هي في الاصل وانت طورتيها؟ لا انا ما اعتمدت على الكورسات الا في الاونه الاخيره وانا خبره. تمام. اخذت الكورسات عشان اتعلم تكنيك جديد، انه احب اشوف في عالم المكياج، لان بالنسبه لي انا المكياج مو مهنه، يعني بالنسبه بتعطي لي لنفسك المكياج اضافات. اي انه من حبي للمكياج ابغى اشوف تكنيك، يعني ارتساس ثانيات او تكنيك عالمي، اشياء يعني خارج تكنيك ما قد انا شفته وكذا. لازم اتطور، الزمن يتطور والميك اب يتطور وكيف كيف يتطور. تمام. طيب نورة، كنت انا علاقتي بالميك اب ايوه علاقه عشق مو مهنه، علاقه عشق، انا اعشق الالوان والميك اب. تمام. طيب نورة، انت كنت بتتعاملي مع الميك اب كالوان شادو كالوان دارجة، ولا انت ليكي تكنيك خاص بيكي في الوان الشادو اللي انت بتطلعي بيها العروسة او اللي انت بتمارسيها مع السواريهات؟ لا انا احب انه يكون لي تكنيك الخاص، لدرجه ان انا اطمح انه يكون عندي براند خاص بيني انا. تمام. حتى الميك اب لما الاساس لما اجي احط لازم ادمج، ما اقدر احط اساس على طول، لازم احط معاه اشياء يعني خلطه لي خاصه انا احطها، يعني انت وما ممكن احط خلطه تخلطي من الوان من عندك انت ومن اي انا تفكيرك اخلط انت. الوان من عندي، اخلط الوان من عندي، ودائما يقولوا لي الوان اللي تستخدميها يا نوره غريبه، فكيف تطلع في النهايه بنتيجه مرضيه؟ تمام. عرفت كيف؟ طيب نورة، هل فدايما اطمح انه يكون لي لمسه خاصه يعني تخص نوره وبس. ده الأفضل؟ طيب نورة، هل أنت حققتي شهرة ترضيكي نفسيا، ولا لسه شايفة نفسك أنك محتاجة أكتر؟ لا والله لسه احس اني انا محتاجه اكثر، مع انه ما شاء الله تبارك الله جروب مبدعات التجميل ومدام ناديه مره ما تقصر في انها تساعد على الشهرة، وفي كثير ناس دعموني من ضمنهم الاميره نوف بنت تركي والاميره نوف بنت فيصل ما شاء الله. وخواتي وزبايني، فكثير ناس حولي يدعموني ما شاء الله تبارك الله، بس انا لسه حاسه اني احتاج اكثر واكثر. ما شاء الله، ان شاء الله يا نورة وبنات توصل بيشا للعالمية اكيد بإذن الله. ان شاء الله، وما انسى بنات بيشا وافضل بنات بيشا علي نهائيا وثقتهم فيني، مهما بلغت من شهره شهرتي ما تتعدى بنات بيشا ابدا، لان موفق بدايتي كانت من بيشا. ما شاء الله، موفقة دايما يا نورة، وإن شاء الله نسمع عنك من أشهر ميك اب ارتستات في الوطن العربي والعالم العربي كله بإذن الله. إن شاء الله حبيبتي بإذن الله. نورتيني حبيبتي وشرفتيني وأسعدتيني بالمداخلة حقتك هذه مرة. تتكرر مرة تانية إن شاء الله يا نورة. شكرا لك. نرجع أعزائنا المشاهدين ونتكلم عن موضوع اللي كنت عايزة أقوله، كنت بتكلم قبل ما تجيني المداخله عن موضوع حلقتي اللي انا ممكن يكون غريب شويه على الاذهان، الانوثه، هل هي ذكر ام انثى، رجل ام امراه. الحقيقه انا كنت عايزه اتكلم عن مفهوم الانوثه وطبيعته عند الرجال. كل الرجاله شايفين ان الانوثه بالنسبه لهم هو شكل حلو، وانوثه طاغيه، انوثه طاغيه في شكل الجسم. معلش أنا في الغالب يعني عندي مداخلات النهاردة، ناخد مداخلة تانية وأرجع أكمل موضوعي اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه. معايا دلوقتي برضو مبدعة من مبدعات التجميل نجوى محمد الشوى من المملكة العربية السعودية، وصلت لمهنتها، بدأت بتطويرها لنفسها وذاتها وتميزت في عملها. وأقول ألو. لو أهلين، أنا مدام نسرين. أهلين نجوى، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ما يسلمك. تمام حبيبتي، الله يخليكي. تسلمي حبيبتي، شرفتينا بالاتصال. نجوى، انت ميك اب ارتست من المملكه العربيه السعوديه ومبدعه في مجالك، واشتغلتي على نفسك وطورتي ذاتك قبل ما تبدي في المهنه. كنت حابه اسالك اول سؤال يا نجوى، ايش هي الصعوبات اللي واجهتك في مهنه التجميل في البدايه؟ والله الصعوبات اللي واجهتني هو ضغط الشديد والقدرة على تحمل آراء الزبائن تمام وتنوع آراء الزبائن في البيت والممارسة اليومية على جميع الفترات، هذا كان شيء صعب علي بالنسبة لي كبدارك يعني، بس الحمد لله واجهتها بكل حب وكلها، يعني أنا كنت هاوية تمام هوايتي إني أحب الزبائن
الألوان وأحب الرسم وأحب إني دائما أسرح الشعر وأسوي ميك اب، وهذا ساعد كثير إني يعني أنجح على الأداء الدعم على الصعوبات وعلى الضغط وتحمل آراء الزبائن، هذا شيء كانت مرة جميل بالنسبة لي. والحمد لله رب العالمين بكل حب دعموني أهلي وأمي، الحمد لله وصفت. الحمد لله الحمد لله يا نورة. طيب نورة، كنت أبغى أعرف أنه كثير من خبرات التجميل منتشرين في المملكة العربية السعودية أو على في المنطقة العربية على وجه الخصوص، كيف أنت شايفة تكوين الاسم والشهرة في المنافسات أو في الخبرات التجميل المنتشرات بالمنظر ده أو بالكثرة دي؟ والله شوفي، لا شك أن هذا العمل أصبح فرصة، يعني بدون تكلفة بدون أي سباقات، ممتع بخصوص البنات، يعني أنت بصفة عامة تحب تسوي نفسها ميك اب، تحب تسوي لقطاتها ميك اب، ممتع مرة بشكل جميل يعني. فالبنات في السعودية بينهم منافسة جدا حلوة جدا قوية بين الأشخاص بصفة عامة، لازم كل واحدة تسعى لإبراز عملها. تمام، فهمت علي؟ تطوير ذاتها وتميز اسمها وشغلها لها لمسة خاصة فيها. تمام. هنا لازم تعطي الوحدة دورات تثبت نفسها بين كل فترة وفترة، والأهم من هذا كله تكون محبة للهواية هذه. طبعا طبعا أهم شيء إنك أنت تحبي الشيء اللي أنت بتشتغلي فيه عشان تقدري تنتجي فيه. طيب تمام، أهم حاجة في المجال تمام والصبر. نورة طيب نجوى، كنت أبغى أعرف إيش هي مكملات الميك اب للعروسة، أو حتى لو ما هي عروسة، حتى لو هي رايحة سهرة، لو خارجة طالعة مع أصحاب ليها، إيش هي مكملات الميك اب عشان تكون كاملة مكتملة؟ مكملات الميك اب هنا لازم، أهم شيء في مكملات الميك اب لازم تعتني بالبشرة قبل ما تحط ميك اب، سواء في الخرجة العادية أو في مناسبة أو في زواج أو رايحة سهرة عادية، لازم بشرتك تكون نظيفة مرطبة، تهتم بشريحة، تسقي موية تسميل، هذا أهم شيء نظافة الميك اب وجمال بصفة عامة. السبب الأول يعني استعمال الميك اب العروسة أو العميلة، أهم شيء تناسق الألوان مع الفستان الكبار ونوع التسريحة جدا. تمام، الاختيار هذا كله الاختيار لازم يكون متناسق بين الاكسسوار والشعر والوان الميك اب، هذا اهم شيء. تمام، يعني يكون في توافق الميك اب كمان. تمام، لازم نحط بعين الاعتبار جودة الميك اب. تمام، ما نجيب ميك اب، لازم يكون الميك اب نوعيته جدا وبنفس محلات مضمونة بدون تقليد، هذا اهم شيء لجمال الميك اب وجودة استمرارية البنت نفسها، تكون يعني مرتبطة أهم شيء بالجودة ونظافة الماء ونظافة البشرة، كله مرتبط لبعض. تمام، طيب نورة كنت أبغى أسألك، إيش هي أكثر الألوان المطلوبة والدارجة في الوقت الحالي بالنسبة لألوان الشادو والروج؟ ألوان الشادو دحين إحنا دخلنا فترة الشتاء، يعني فترة الخريف والشتاء كده، فأهم الألوان اللي طالبينها دحين البنات الأحمر الغامق، العودي، العنابي. أما في الصيف تختلف ثلاث درجات، في الصيف يميلوا أكثر للأحمر، التربكي، النود، للورد الفاتح، بس حاليا صاروا العودي والأحمر والعناب الغامق والموف الغامق، هذه الألوان. تمام، طيب نورة إيش هو طموحك اللي أنت حابة توصلي ليه؟ طموحي أتمنى إني أكون ذكرى جميلة حياة كل عروس وعميلة زينتها، إن شاء الله يا رب نجاح يوم بعد يوم، سواء كان هذا النجاح على المستوى المهني أو على المستوى الشخصي، وحابة كمان إني يكون نجاح على بيتي وعائلتي، وأطمح لأن أكون قدوة حسنة إن شاء لكل فتاة طموحها تمتلك موهبة جميلة في اي يعني هذا المثال.
تمام تغير ربح المادي صراحة. ان شاء وصل الله، شهرة العالمية. ان شاء الله يا نجوى، ان شاء الله يا نجوى توصلي لهدفك وكل طموحاتك، وتكوني قدوة لبنات جيلك كلهم، وتكوني قدوة لبنات بلدك في امتهانك لتلك المهنة، وتكوني مشهورة ومعروفة. واسعدتيني بمداخلتك حبيبتي، وشرفتيني ونورتيني، وان شاء الله تتكرر هذه المداخلة مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، أسرة برنامج للا وبرنامج للا، وأنا بأهني الأمة الإسلامية كلها بالمولد النبوي الكريم، وهنطلع فاصل وانتظروني.